رغم تركها المدرسة في وقت مبكر جدا، إلا أنها تمكنت من تحطيم أرقام قياسية عالمية في اجتياز الامتحانات. هي ستارة، المراهقة الباكستانية التي شغلت الرأي العام بتقدمها العلمي السريع مقارنة بعمرها. عمري 17 عاما، ولدت في بلدة الربوة وهي بلدة صغيرة في إقليم البنجاب بباكستان. جئت إلى دبي قبل نحو عامين. قصتي بدأت عندما كنت في سن السادسة. تمكنت من اجتياز اختبار علم الأحياء وكذلك اللغة الإنجليزية والفيزياء والرياضيات قبل بلوغي سن 13. في بداية تعلم ابنتي، خاصة عندما أرادت وهي في سن 7 اجتياز امتحان الصف العاشر، تواصلنا مع المسؤولين ورفضوا وقالوا لن يتم ذلك حتى تبلغ 14. ثم تواصلنا مع القنصلية البريطانية في إسلام أباد. رحبوا بستارة حيث لم يكن لديهم عمر محدد لاجتياز امتحانات جميع المستويات، وبالفعل اجتازت ستارة اختبار نظام اللغة الإنجليزية الدولي. طموح الباكستانية ذات 17 عاما يتجاوز كثيرا عمرها، فهي تسعى للتزود بالخبرة في مجال التعاون الدولي من أجل مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب. أعتقد أنه لابد أن نكون على اطلاع بما يجري على الساحة الدولية، واهتمامي بشكل خاص ينصب الآن حول القانون الدولي والتعاون الدولي للتصدي لتمويل الإرهاب. ستارة التي تقف الآن على أبواب الدراسة الجامعية تترقب فرصة التحاقها بواحدة من أشهر الجامعات المرموقة في العالم. خارج أسوار المنزل تجوب ستارة شوارع المدن برفقة والدها، تصر على المطالبة بحقها في الدراسة بجامعة متميزة على أساس جدارتها لا عمرها. أمي كانت تعتقد أن المشكلة تتعلق بالمدرسة وليست بي، وعند انتقالنا إلى الإمارات بنت هذا المعهد الذي نتواجد فيه، وما زلت أصر على الدراسة في أفضل الجامعات حول العالم. إذا كان سن ستارة هو العائق في كل ما مضى، فالقادم بالنسبة لها من العمر لن يفرق بينها وبين أحلامها المؤجلة. من دبي لليوم على الحرة، مصطفى سكحال.